احنا الحمد لله يا ربي نظن اليوم فوز معنوي، خاصه كانت مقابله خاصه ديربي مغاربي، عرفنا نسيروا اطوار اللقاء خاصه يعني وين طبقنا المعطيات تاع المدرب. الحمد لله نظن قطعنا نصف تاشيره، مازال ينتظر فينا مقابله في الاياب، ان شاء الله نحضروا لها كما ينبغي ونحققوا التاهل ان شاء الله. اكيد صافي بليزير، تشوف لي سيبورتور تاع الياس ما هكذا ولاو، صافي لونطون ما جاوش كيما اليوم. نقول لهم يعطيكم الصحه وزيدوا كفوا مع ليكيب وان شاء الله نفرحهم احنا في نهايه الموسم. اكيد بربي ان شاء الله احنا نحضروا مقابله اليوم. الاهم سجلنا هدفين وما تلقيناش هدف، مازال تنتظر فينا المقابله، ان شاء الله نحضروا لها كما ينبغي ونطبقوا ان شاء الله التعليمات اللي راح يكونوا عندنا ان شاء الله. نظن احنا كمنظومه يعني ما عندناش مدافع ولا مهاجم، نظن المنظومه تاعنا اللي هي اللي راهي تقول هكذا يعني يسجل المدافع والله يدافع المهاجم. نظن حاجه الاهم يعني فوز الفريق، والبليز امبورطون تكون المجموعه كل متفاهمه.